الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. صرح وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي أن بلاده ستبدأ بالعمل بمشروع الرابط السككي مع العراق، وذلك من خلال تطهير المسار من الألغام، مخمنا في الوقت ذاته أن تبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع بنحو 120 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم مد الرابط بين مدينة الشلمشة الإيرانية والبصرة وسط تحذيرات من تسبب الخطب القضاء على الجدوى الاقتصادية لميناء الفاو الكبير. وكان موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن مشروع خط سكة الحديد الذي يربط الشلمشة بالبصرة يعد تعميقا للنفوذ الإيراني في العراق وتأمينا لممرها الاستراتيجي إلى شواطئ البحر المتوسط. أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 33.7% في تشرين الثاني 2021، مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من تركيا. وقالت الهيئة في تقرير لها إن صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني الماضي بلغت 21 مليارا و506 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020. وأشارت إلى أن العراق جاء رابعا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة 1.215 مليار دولار. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 71 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 78 مليار دينار خلال شهر كانون الأول الماضي. وذكرت السوق أن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الأول الماضي بلغت 61 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 23 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما يستمر توقف 22 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق. أعلنت وزارة النفط الحالية تصدير أكثر من 100 مليون برميل خلال كانون الأول الماضي بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار. وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو، فإن مجموع كميات الصادرات من النفط الخام لكانون الأول الماضي بلغ أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات بلغت 7 مليارات و37 مليونا. وأضاف سومو أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ نحو 99 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2,700,095 برميلا. هذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. إلى اللقاء.